السلام عليكم. عليكم السلام، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ بتقول بتدخل لحظة اهي. عليكم السلام ورحمة الله، يلا بينا. احنا امبارح خدنا الفصل الرابع قصة. فصل الرابع، جميل جدا. ثواني بتقول الملك بيدخلوا ونوران. طيب حد الأول عنده أي سؤال في شيء خدناه، أي نقطة خدناها قبل كده فيها أي مشكلة يا شباب؟ تمام، لا يا مس، كله تمام. الحمد لله. طيب تعالوا النهاردة ناخد نحل قطع النحو عشان بقالنا كتير ما حلناش نحو. لو الدنيا تمام نبدأ الحصة الجاية بدرس جديد، بس إيه، ما ينفعش نبدأ أي حاجة جديدة في النحو غير لما نطمن إن القديم إيه؟ ما فيهوش اي مشكله. اللي بتساوي ده صح، صح النون. طيب احنا التدريبات اللي عند انواع خلصناها ولا سايبين فيها قطع؟ خلصنا يا مس. تمام، حلو جدا. تعالوا نحل من التدريبات الشاملة الأسئلة اللي إيه خدناها. على أنواع الخبر يا مس. لا، ما احنا حلينا انواع الخبر، هنحل بقى من التدريبات الشاملة على كل الهمزة قطع الف الوصل وانواع الخبر الدارسين اللي خدناهم، ولو حاجة ماشي قديمة مثلا نحلها. طيب افتح تمام. معايا صفحة، لحظة كده، صفحة 207 يا شباب، افتح معايا صفحة 207. نبدأ بقى المرة دي، المرة اللي فاتت نوران هي اللي بدأت القراية، المرة دي نبدأ من العكس، من آخر القائمة نبدأ بقى بأبي. أبي دخل، أبي موجود، طيب يلا. ايه مازن، مازن موجود؟ ايوه يا مس. يلا مازن اقرا القطعة. هو علي ابن الحجم اقرا المفروض اسمه الاول، بالكرمة اقرا الاسم الاول. بس انا هعمل ايه، هلغي الصوت ابن عن كل الناس وانت افتح المايك يا ام يا مازن. يا مس. هي صفحة كام؟ سبعة حبيبي، هذا يا مس. ابدا يلا. بس اقرا العنوان الاول ثاني. بس نوران دخلت، اسراء دخلت، لوجين موجوده، لوجينا، طيب ريموندا، ملك، ريموندا موجوده، ريموندا انت موجوده، نعم يا مس، ماشي حبيبتي، أنا ملك يا مس. وملك موجوده، تمام. وبتول، بتول دخلت، ألاء موجودة، ساندي، ساندي دخلت، هي موجودة، ريم، ريم مش شايفة. طب أبي موجود، لسه هي أيوة موجودة، حطت برج الساعة. تمام. تمام يلا نكمل. طيب أنا دلوقتي لوجينا موجودة بقى ولا لأ؟ لوجينا اللي مش لاقيها، وريم، تمام يلا نكمل. يلا يمس مين اللي بيقرا؟ أنا يلا حلو. ايه، ما حد بينادي؟ حد بيسأل على حاجة؟
اي بس هو احنا بناخد ايه؟ هنحل تدريبات نحو عشان المرة الجاية ناخد درس نحو جديد، بس لازم نتدرب على القديم نتأكد منه تعمل أول. صفحة 207 حبيبي. تمام. يلا يا أبي، أي آسفة، يلا مازن كبيرو، يلا مازن. ابن النفيس هو علي بن الحزم المولود بالقرب من دمشق، هو الذي درس الطب ومارسه ونبغ فيه نبوغا عظيما، واستقر بالقاهرة وزاعت شهرته وصار عميدا للبيمارستان. بيمارستان زمانه كانوا بيسموا المستشفى بيمارستان. النصارى الناصري، البيمارستان الناصري. الناصري وعمل طبيبا خاصا للسلطان بيبرس بيمارستان. طوال اثنين بيبرس طوال 22 عاما، ويعد واحد من مؤسسي علم التشريح، وقد اكتشف الدورة الدموية الكلام الحمراء. عنده مختلف، ممكن تكون نسخته قديمة. مش ده سؤالك حبيبي؟ مين نعم الميس؟ حد بيقول لي ميس انا موجودة واسمه برضو مش أنا واضح. مس أنا نورا. ران ماشي يا نور، مش طب حاسس. ممكن لو مس في شيرين، وقت يعني حضرتك تشرحي لي الدرس ضمير شيرين مستتر؟ يعني أنا مش عارفة. لسه ما خدناهوش. دي ريم مش حبيبتي، اهلا ريم. احنا ما خدناهوش، احنا بس لمحنا عنه. بص يا جماعه، الضماير انا هعمل ايه النهارده؟ انا عندي درس الضماير، درس سهل قوي. هنعمل ايه؟ هنفكر فيه سوا، هنلمح عنه كده كده، هشرحه بالتفصيل الاول، وهشرحه لك بطريقه تخليك حتى لو الجمله صعبه انت عارف الضمير ده يتعرف ايه. اول ما تشوف شكل معين يبقى الضمير ده تعرف اعربه على طول. تمام كده؟ طيب يبقى ريم كده موجوده ونوران موجوده كده، محدش غايب صح؟ جاينا بس اللي مش موجودة صح كده؟ يلا كمل حبيبي. ريه ومن أهم ماشي، مؤلفاته سلامتك حبيبي. الكامل في الصناعة الطبية والكامل. تمام، عايزين نعرف أول حاجة، ونبغ فيه نبوغا. نبوغا تعرف إيه؟ أنا مين؟ ده هو اللي قرأ يحله؟ يعني اللي قرأ يحل يا مس؟ اه، اول واحد بيقرا بيحل، بياخد اول سؤال. اللي بيقرا بياخد اول سؤال، نبوغا مفعول مطلق. مفعول مطلق. ممتاز، مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ ممكن كله يقفل المايك يا شباب، ومازن بس اللي فتح المايك. نوران حبيبي يقفل المايك. لسه صفحة كام بس؟ 207 حوالي. كم صفحة؟ تمام شكرا. اه، بتول دخلت صح؟ يلا نكمل. زي ما قلنا، انت قلت لي مفعول بيه. مفعول بيه ايه بقى يا حبيبي؟ مفعول مطلق. مفعول مطلق. اسوأ مفعول مطلق ماله؟ مفعول مطلق اي، بص يا حبيبي، عايزاك تحط قاعدة كده، اكتبها على في حته مهم، يعني حته ما تطلعش منك. اي حاجه، اي حاجه اسمها مفعول، مفعول به، مفعول له، اسف، مفعول لاجله، اي مفعول هتاخد بعد كده لما تكبر، حاجه اسمها مفعول معه، مفعول فيه، اي حاجه اسمها مفعول هي منصوب. اي حاجه اسمها مفعول تبقى ايه يا حبيبي؟ منصوب يبقى ده مفعول لاجله، مفعول مطلق ماله؟ منصوب وعلامة نصبه الفتحة. شطور، برافو عليك. يلا باشمهندس أبي، فصار عميدا. عميدا تعرف يا حبيبي؟ أنا مس ولا أبي؟ أبي، أبي افتح المايك جاوب وارجع تشتغل. ولا بس هو كان كاتب طب في أقول لك الرسالة حاجة، ما ينفعش، مش خلاص عارفة أفتح اكتب المايك. الإجابة على الشات، اكتب. أنا شايف الشات أهو، بس لازم نشتغل. صار عميدا، عميدا دي تعرف ايه؟ اكتب على الشات، انا شايفه الاجابه. أبي لو موجود، لو انت موجود ومنتبه اكتب على الشات الاجابه، او اكتب اللي انت سمعني. أبي تمام، يلا حبيبي. وصار عميدا، فكر كده في الاعراب وانا هساعدك لو طلع غلط.
لحظة بس، لحظة ثانية بس، اجيب النضارة قبل ما تفكر فيها قوي. لحظة بس. ها وصلت الإجابة حبيبي؟ مفعول لأجل. تعال نشوف بس، خلي بالك دي قبلها سارة. سارة دي أخت كانا. وهل عميدا مفعول لأجله؟ يعني بتقول لي ده حصل ليه يعني، أو بتعمل الفعل ده ليه. فعميدا ما قالتليش حاجة قبل كده يعني، ما فسرتش سارة حدوث حاجة قبلها. يبقى أنا عندي سارة، فهسأل نفسي مين اللي سارة يبقى اسمها، وصار إيه يبقى خبرها، مين اللي صار هنا عشان يبقى اسمه سارة. حبيبي يلا، سارة دي أنا عايزة أسمعه خبر. فين اسم سارة؟ مين اللي صار؟ هو بيقول لي سارة عميدا، يعني أصبح عميدا أو بقى هو عميد، يبقى مين اللي صار عشان يبقى اسمها؟ سارة دي أختي كانت، فأنا عايزة أسمعه خبرها يا أبي، فين اسمها؟ يا أبي انت معايا حبيبي ولا رحت فين؟ هو صح، يبقى اسم سارة ضمير مستتر تقديره هو. جميل، فين خبرها بقى؟ صار ايه بالظبط؟ عميلا؟ لا عميدا بقى، عميد. يبقى عميد دي تعرب ايه، خبر ايه؟ حاول تكتب سريعا شوية حبيبي، خبر ايه؟ يا أبي خبر ايه حبيبي؟ خبر سارة بقى، ليه كان في كان خبر سارة مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ خبر سارة؟ لا سارة أخت كان، فخبرها منصوب بالفتح. طيب أبي لو أنت عندك مشكلة في الجهاز، قوم شوف أي جهاز تاني تدخل منه، أو حاول تعمل ريستارت أي حاجة، عشان هيبقى صعب إنك تحل كده. تمام، أنا لغاية ما ألف الدور كده شوف ممكن تقدر تعمل إيه. إيه اللي تقدر تعمله أعمله، يعني لو تقدر تعمل ريستارت، لو مشكلة في المايك أو إنك تدخل من جهاز تاني، شوف ممكن تعمل إيه. طب يلا يا ريم، ويعد أحد واحد من مؤسسي، يلا يا ريم. هي ريم عندها مشكلة في المايك برضو؟ اه يا مس، عندها مشكلة. ايوه مؤسسي تعرب ايه ريم؟ تمام، حلي حلي في الشات. مؤسسي تعرب ايه حبيبتي؟ ولا تعبانة خالص مش قادرة تفكري؟ يعني انت مش قادرة تتكلمي، مش قادرة تفكري ولا صعب؟ طيب يلا حبيبي، لا هنمشي بالدور، ما فيش حاجة اسمها حد. معلش يا آلاء، كل واحد بياخد دور وبنصبر، عشان ايه لما يجي عليا الدور لو انا متلخبطة اخد وقتي. من مؤسسي جر ومجرور، يبقى مؤسسي دي اسم مجرور، علامة جره ايه بقى؟ لا بس بصي بقى، مؤسسي دي جمع، كانت ايه الاول؟ كانت مؤسسين. ايه اللي حصل؟
بص معايا شباب، الحته دي مهمه قوي قوي. لما بيجي مضاف اليه في حاجتين بيمسحهم قبله، النون بتاعت المثنى والجمع والتنوين. يبقى انت لو لقيت تنوين يعني عميدا، الكلمه اللي وراه ما ينفعش تبقى مضاف اليه، ولو لقيت نون بتاعت مثنى او جمع الكلمه اللي وراه ما تنفعش تبقى مضاف اليه. فهي اصلا مؤسسين، يبقى منصوب مجرور بايه كده؟ بالفتحه ولا بالياء يا ريم؟ الياء. جميل جدا. طيب يلا يا بعد ريم، عايزة ساندي. يلا يا ساندي. وقد اكتشف الدورة. يلا يا ساندي حبيبتي معايا اهو. أيوة يا مستر، وقد اكتشف الدورة. اكتشف، ناخد اللي قبلها، اكتشف تمام فعل، تمام شاطر والفاعل هو علي شاطر. بن حزم. شفتي شفتي اهو، مين كانت بتسأل؟ انت كنت بتسألي عن ضمير مستتر صح؟ ايه مس؟ مش انت كنت بتسأليني عن ضمير مستتر؟ اهي ما انت اهو عارفاه. اكتشف لما لقي الفاعل مش موجود يبقى مستتر، او صار لما يكون اسمها مش موجود يبقى مستتر. مكانين فيهم الضمير مستتر، حاجتين بس اللي ممكن يبقى ضمير مستتر، انه يكون فاعل او اسم كان اخاه. ينفع الضمير المستتر يبقى في حته تانيه؟ لا. طب انا اعرف منين ان هنا في ضمير مستتر؟ انا لما بحل من فهم الجمله بعرف اطلعه. صار عميدا، عميدا دي مش اسم ساره، ولا هو اسمها مثلا متاخر وراه، هو مين اللي صار عميدا؟ بالمنطق كده ابن النفيس، يبقى ضمير مستتر تقديره هو ادي ده ضمير مستتر. وقد اكتشف الدوره، مين اللي اكتشف؟ هو. فهمتي يا قمر؟ تمام. يبقى الدوره تعرف ايه بقى؟ مفعول به منصوب بالفتحة. مفعول به منصوب، منصوب بالفتح. شطور. يلا نشوف حد. لا تمام يا شباب، على فكرة لو في حاجة مش فاهمها أو حد من زمايلي حل حاجة وأنا مش عارفها اسأل، ما تتكسفش، عادي جدا أبقى متلخبط، ده أنا عادي جدا بنتلخبط. عايزة بقى، لا هتحل سؤال سهل خالص. يلا يا لولو، عايزين ضمير مستتر. بس ضمير مستتر وقدره. هو هو فين؟ ما لازم تقوليه مكان. ايوه انت كده قدرتي تقديره. هو تمام. هو فين اصلا؟ اللي هو بعد سارة. بعد ساره. تمام. يبقى انا عندي ساره هو عميد لايه؟ للبيمارس تاني. يبقى زميلتي طلعت ايه؟ صار. جميل جدا. طيب يبقى انا عندي كده ساره الفاعل بتاعها او اسمها مستتر. تمام. يلا يا بتول، تعرفي تطلعي ده من مستتر تاني حبيبي؟ ضمير مستتر في ضمير طيب مستتر فين؟ هجرة هجرة ببتدي من بس ضمير مستتر موجودة فين؟ شوفي الأخير. مستقرة استقر. مين اللي استقر؟ هو ضمير مستتر. شطورة. يلا يا مين دي اللي جاوبت؟ بتول صح. تمام شطورين، برافو عليك. يلا يا ملك طلعي لي ضمير مستتر تاني. تمام. ونبغى نبغ. في النبغة. لا، ونبغة هو فيها نبوغة، ما دام الفعل مش موجود يبقى مستتر. شطورة يا ملك. يلا يا ريموند طلعي كده من مستتر. بس يعني ايه فعل صحيح؟ لسه ما خدناهوش، ما دي التدريب شامل، ففي حاجات لسه هناخدها بعدين. لكن في حاجات يعني بيقول لي طلع خبر، انا عندي ده اسمه نوع الخبر، احنا خدناه خلاص كده. الضماير، ضمير الرفع والجر، ده هخليكم تعرفوا يعني، انا هساعدكم نوصل ليه. لكن الفعل الصحيح والمعتل لازم نشرحه بقى بالتفصيل. في حاجات هنخمنها سوا، في حاجات لا هنسيبها خالص لغايه ما نشرح. عايزه ريموندا تطلعي ضمير مستتر. استقر لا زميلتي طلعتها، ما انا عامله عليها مره.
انا بدور يعني. درسي ما سمعتش قولي تاني يا حبيبي. درسي درس فين؟ درس، درس فين؟ في أي سطر؟ والذي درس والذي درس الطب، درس هو الطب. شطورة، برافو عليك. يلا جايني مش موجودة. إسراء، يلا إسراء. فين الفاعل؟ نعم أنا عايزة برضه ضمير مستتر تاني، بدور على فاعل. الفاعل بتاعه مستتر أو كان أخرتها الفاعل مستتر. تمام درس لا اذا انتي طلعي. ايه يا عيني، انتي قلتي حاجة؟ لا لسه طب مش حاجة. بدور على فاعل ملوش فاعل او قول. ها وعمله اه صح، وعمله هو طبيبا. اهم حاجه، اهم حاجه تتاكد لا يكون الفعل متاخر ورا. اوقات الفعل بيبقى موجود، ما ينفعش الفعل بيبقى موجود واقول عليه مستتر. شطوره اسراء، يلا يا نوران. عايزه فاعل مستتر او اسم كان او اخواتها مستتر. فعلا مستدرة مش كده؟ اه فعل مستتر او كان اخواتها يكون اسمها مستتر. لو شاكه في حاجه قوليها، يعني مش شرط تجاوبي صح على طول، يعني هنفكر سوا. قولي اللي انت شاكه فيه وهنفكر سوا. صار عميدا ما زميلتي طلع او زميلي طلعها، زميلتي او زميلي طلعها، مش متذكره. قد قد، هي قد دي فعل، ما احنا قلنا الضمير مستتر على ايه؟ عند الفعل او لا؟ هي عند كان اخر. قد دي لا هي فعل ولا هي كان اخر. انت جنب قد في ايه؟ مكتوب جنبها ايه؟ فكري فيها كده. اكتشف دورة اكتشف. الدموية الصغرى اه اكتشف فعل فين؟ مش اكتشف دي فعل اه فين الفاعل بقى؟ صح، فين الفاعل؟ الفعل اه هو ابن النفيس موجود ولا ضمير مستتر بيعود عليه؟ ما لازم يكون موجود في الجملة. موجود في الجملة؟ لا يبقى الفعل فين؟ طب المستتر. تمام كده احنا طلعنا كل الضمير المستتر. يلا يا نبدأ من تاني. أبي عايزة خبر لمبتدأ، عايزة خبر. يلا أبي عايزة خبر. أبي معايا؟ أبي تمام، عايزة خبر. سهلة قوي ده، صح؟ يلا بسرعة كده حاول توصل. انا مستنياك ريم. انا مالي، انا هنا يا ريم، فين المشكلة؟ يلا يا أبي، أبي عايزين خبر هنا.
أبي. لا الخبر سهل، حاول تبقى أسرع شوية. أول جملة عندك دي جملة اسمية ولا فعلية يا أبي؟ أبي دي جملة اسمية ولا جملة فعلية؟ أول واحدة اسمية، طلع الخبر بتاعها، فين الخبر بتاعها؟ أول جملة المولود. طب ولا علي؟ هو علي، هو علي ولا هو المولود؟ انهي الخبر؟ هو علي ولا هو المولود؟ فين مين فيهم الخبر؟ علي هي الخبر. نوعه ايه طيب يا ابوي؟ علي ده نوع الخبر هنا ايه؟ نوع الخبر هنا مفرد ولا جملة ولا شبه جملة؟ جملة علي دي جملة؟ جملة كاملة؟ لا مفرد يا أبي، مفرد يعني ايه؟ اللي هو كلمة واحدة بس، ما اقدرش اكون منها جملة كاملة. علي دي مش جملة كاملة. طيب يلا يا مازن، عايزين ايه تاني؟ كلمة ما بقى لا لا لا، أمسكها. هسألك انا سؤال تاني. هو من اهم مؤلفاته الشامل، تعرف الشامل؟ تعرف ايه؟ دي صعبة شوية بس أنا عايزاك تفكر فيها، أنت شاطر ممكن تجيب. ومن مؤلفاته الشامل، أول حاجة عشان أحل الجملة وخصوصا لو جملة صعبة شوية أو إعراب لازم أجيب أول الجملة، أدي أول الجملة بتاعتي صح كده؟ ومن أهم مؤلفاته الشامل، دي جملة كده اسمية ولا فعلية؟ اسمية اسمية. تمام، يبقى انا هدور على مبتدا والخبر. نبدا اول حاجه، ينفع الجمله تبدا بجر ومجرور؟ الجملة. أيوة هي كده بدات بجر ومجرور، يبقى كده. بص يا شباب، لو لقيت الجمله بتاعتك بدات بجر ومجرور اعرف ان الجمله دي مش مترتبه، اعرف ان الجمله مش مترتبه. ليه؟ لان الجر ومجرور يعني مين دي اقدر اقول عليها المبتدا. ينفع من دي تبقى المبتدا يا شباب؟ لا لا لا، يبقى تاني الحته دي مهمه. لو لقيت جمله بدات بجر ومجرور اعرف ان الجمله دي مش مترتبه، فهي مش المبتدا. فانا محتاجه افكر ايه الحاجه اللي تنفع تيجي في الاول وتبقى هي المبتدا. يعني مثلا لما اقول لك في الحقيبه كتاب، بسال نفسي هو ايه اللي في الحقيبه كتاب، يبقى هو المبتدا. لو على الغصن عصفور، ما ينفعش ينفع اقول كده. رتبها نعم، ميسي ينفع رتبها والشامل من أهم مؤلفاته ايوه صح. يبقى الشامل بقى تعرب ايه؟ يبقى انت رتبت الجمله صح كده، يبقى مبتدأ. الشامل تعرب ايه؟ مبتدا. الله ينور مبتدأ عليك، مبتدا مؤخر. ماله بقى مرفوع للمنصوب المجرور؟ مؤخر يعني اتاخر، رجع ورا شويه. مرفوع للمنصوب المجرور مجرور. ازاي؟ هو المبتدا مجرور. مهز، ركز، مبتدا لا مبتدا. مبتدأ مرفوع. ايوه كده صح. بص يا شباب، نخرج وندخل فورا فورا.